أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض المفسرين إن مساكن قوم ثمود التي نحتوها في الجبال لم يسكنوها، وإنما نحتوها ترفا وزينة فقط، فهل هذا صحيح؟ وهل مثله مساكن قوم عاد؟ وش يدريه عن هذا؟ هذا تخرص. الله جل وعلا يقول: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فهي مساكنهم. نعم. أحسن الله إليكم. في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. نعم.